الأحد الأول من شهر طوب، إنجيل العشية، من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب علي ومرهوب، ملك عظيم على كل الأرض. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فوضع يده على كل واحد منهم فشفاهم. وكانت أيضا شياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يطلبونه، فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب من عندهم. فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر في المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامع الجليل، والمجد لله دائما.